لما تنزل الأمر الإلهي للنبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بإنذار عشيرته الأقربين، وأنه جمع بني المطلب وبني هاشم وبني نوفل وبني عبد الشمس لا يجمعهم في الدار، على ما يدل هذا الأمر؟ في القرآن الكريم: وانذر عشيرتك المقربين، يعني من أهلك. وبالتالي عندما يأتي بها طلب من الله سبحانه وتعالى والرسول ينفذه، هذا يعني هنالك تأكيد رباني بأن هؤلاء ليسوا من عشيرتي وأهل الرسول، وهذا نص وهذه وثيقة إلهية. هنالك توجيه رباني، وهذا التوجيه الرباني أعلم به هو الرسول، وبالتالي عدم إشراكهم ما هو إلا تأكيد أن هؤلاء ليسوا من أهلي وعشيرة الرسول. حتى عندما حصلت الطرد آل طالب وبنو هاشم إلى شعاب أبي طالب، أخرجهم بنو أمية ولم يكن مع هؤلاء الناس أي أموي بهذا.